يتكلم بهذا القول وراني نتوكل على الواحد القهار نطلب هذه الامه كلها ربي يشفيها رئيسنا يجي بالسلام لبلادنا ونكون فرحانين النخله اللي راها تدور في بلادنا باغي تهجسنا نطلبوا الاجنبيين ربي يخليهم دولتنا تكون دوله عظيمه ومسلمه وقاويه ما كانش من اللي يتعدى عليها وجميع من قال له تعدى علينا صحاب الله ينصركم واحد واحد والله يكثر امثالكم يكونوا واقفين على هذا الكلام يدوه ويبشروا به الناس اللي فيهم الخير بيجا محمد ود الخير بلادنا تكون يعني اعلامها يرفرف في السماء وفرحانين. شكرا. يوم عيد هذا نصر اليوم بان علينا الكوم الظلام راهم كاع تكلموا وقال مخلاونا بدي عيوننا نبكوا قال لهم قول لهم وسعونا احنا خاطينا لا الغطبه ولا الحرب ليكم بعدونا رانا نتكلموا على الواحد القهار يتكلم بينا ويتكلم علينا نتكلموا بالله العهد القهار يكون معانا ان شاء الله والنصر الجزائري يجي باذن الله وتكون دوله جديده ومقدمه ما كانش يدور بها.